ندور تصاميم يا حبيب. فريق إعداد قولها جهز بداية جميلة، أنا أسعد أني أقولها. يقول: بين المشاعر المختلطة بين الفرح والسرور، وبما قدمتم وما أبدعتم للفخر وما يدعو للفخر، يا من كنتم منابر للنقد الحر. هذا جمهورنا، جمهورنا القريب المجيب، نحبكم. نقدكم حبكتم نقدكم فاحتذوا به متسابقين البزنس بنسخته الثانية، إلى أن صنعتم البصمة في طريقهم، وكنتم كلوحات تعليمية تسيرهم إلى أن وصلوا ووصلنا معا. في ختام قولها: أنا علي بالروية، أعزائنا الجمهور من أمام شاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، نبدأ أو نختم معكم هذه الفقرة اليوم في ختامها في قولها. خالد السهلي، حي هلا، كيف حالك؟ شلونك؟ كيف الصحة؟ شنو عن صحة؟ تمام. هذه هدية طال عمرك مقدمة من عندي لك. الله يطول بعمرك. هذه رمز محبة وعطى طال عمرك. وافي. فأنت تستاهل وأنا أخوك. هذه طال عمرك اللي شيء اللي كسبناه منكم. يا حبيبي. كسبناه منكم الشيء الكثير. أنتم هل الطيب. لا من أنتم يا مقدمين، ولا من إعداد، ولا من فريق العمل، بيض الله وجهك. يا حبيبي. هذه هدية طال عمرك مقدمة من عندي لك. وافي. وافي وجزا دائما. والعود طال عمرك ما يستاهل إلا الطيب. الله يطول بعمرك. الله يبيض وجهك. وافي. شباب سلام عليكم. استرح عبد الله، شلونك؟ ارحب. طيب هلا، كيف الحال؟ مرحبا. هلا والله، يا مرحبا. هلا والله بأحمد، الله يعافيك. غايب الحاضر. هلا هلا ماجد، يا هلا والله. حمد، يا مرحبا. هلا هلا، يا مرحبا. ارحب والله بعايد. مرحبا الف يا عبد الله ابن نجم، كيف صحتك؟ يا مرحبا. هلا هلا ابو اسامه، هلا. ما عرفناك امس بك بدله شغل شيء شيء. ارحب معاك. مرحبا موسى، يا مرحبا. يا هلا بالشباب، شو اموركم؟ تبون نجلس هنا؟ ها اللي يناسبكم انتم. ها اللي يناسبك، تبون في الدوار في الدوار، يلا نجلس في الدوار. خلونا في الدوار اوسع عشان يشيلنا كلنا، ولا يا ابو ناصر؟ والله بخير، ابشرك. شو الامور؟ طيبين عبد الله. طيب ابوك.